أيها الإخوة، سأقدم لكم وصية أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء لسداد الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. يا معاذ، قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما، تعطيها من تشاء، ارحمني رحمة بها، تغنيني عن رحمة من سواك. رواه الطبراني عن معاذ رضي الله عنه. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.